الو سيادتك الاستاذ النيل. امال مين يا فندم؟ البقاله تحت. طب من فضلك ممكن تقول للاستاذ النيل ياخد تاكسي ويجي لي على طول؟ انا شريف اشرف. العنوان 7 شارع عكاشه الدقي. مع الشكر. شكرا. انا راجل بعيد النظر. انا اول ما شفتك ليله امبارح عرفت على طول انك انت واقع فوق. هات ايدك هات، انا هطلعك من ورطتك زي ما تطلع الشعره من العجين. هو صراحه انا مش في ورطه واحده، انا في 680,886 ورطه. انت لما تكون في مليون ورطه انا هطلعك منها. انا فاتح مكتبي لحل مشاكل الناس اللي بتحير الناس وتجنن الناس. هو برضو مش حضرتك ناس؟ ناس؟ قصدي يعني حضرتك واحد من الناس ولا سيادتك من فصيلة أخرى؟ طبعا من الناس، أمال هكون إيه، حيوان؟ يحتمل. إيه؟ عدم المؤاخذة، ما هو في ناس بيبقى شكلها شكل الناس ولبسها لبس الناس وكلامها زي الناس، إنما هم في الحقيقة مش ناس. برضو عندك حق، إنما أنا ناس. حلو، أنت متأكد؟ طبعا متأكد، إيه اتفضل. فين؟ اتفضل. نخش بقى في المشكلة، اتفضل شاكل. شوف بقى يا سيدي، المشكلة الأولى اللي أنا عاوزة تحلها لي تتلخص في إنه في ثلاث ستات واقعين معايا لشوشتهم وأنا معشم كل واحدة فيهم بالجواز. شفت بقى إن أنا ما كنتش غلطان لما سألتك أنت إنسان ولا لأ؟ أنت ذئب وإقطاعي. وبعدين معاك بقى ما تاخدش بالك، استمر. المشكلة الثانية بابا. إيه؟ عشمت راخر بالجواز؟ انت باين عليك ابن حظ. وانت باين عليك ابن ايه؟ ابن سبع. متشكر. مقصودش نرجع للسبع، لبابا يعني، ايه حكايته؟ وصلني منه تلغراف انه هيوصل النهارده ومعاه بطاطا. بطاطا؟ هو ابوك بخيل للدرجه دي؟ يعني مش قادر يجيب لك مثلا ديك رومي، كافيار، عجل جر وهو جاي في ايده؟ يا سيدي مش بطاطا اللي انت فاهمها. لنفرض انها بطاطا محشيه لحمه مفرومه، اهي برضه بطاطا. يا خينا بطاطا دي تبقى بنت عمي. بنت عمك اسمها بطاطا؟ بنت عمي اسمها بطاطا. اتفضل. وبعدين؟ بابا مصمم يجوزها لي لانها الوريثه الوحيده لعمي. هتورث 10,000 جنيه و50 فدان. في الحالة دي ما تبقاش بطاطا، دي تبقى شوكولاتة. انت دي مش تتجوزها وبس، انت تاكلها بنار الفرن، تاكلها بقشرها. ما انا ما اقدرش اتجوزها غير بعد ما تخلصت من الثلاث ستات اللي انا قلت لك عليهم. اهو مثلا امبارح رحت سهرت عند واحدة منهم، نسيت جاكيتتي، وقعت جاكيتتي في ايد عمتها. ولا يهمك، وتطلع ايه عمتها دي؟ عمتها؟ معلمة في المذبح، اسمها حميدة زلد السبع. اسم الله عليك. ولغتها كلها سواطير وسكاكين ومطاوي. لا دي حاجة ما تطمنش أبدا. السلام عليكم. الله، رايح فين يا جدعان؟ الله، لا حبيبي ههرب قبل الولية دي اللي اسمها زلد السبع ما تيجي وتفترسني. أنت مش متفق معايا هتحل لي مشاكلي؟ يزلم، أحل لك أنت مشاكلك وأنت تحل لي وسطي. ما أنا هدفع الأتعاب. لا أتعاب ولا هباب، مستورة والحمد الحمد لله. لسه قابض 500 جنيه من عمي. ربنا يزيد ويبارك. الله يخليك. ما شاء الله. اتفضل استريح. طب انا كنت متفضل هنا. اتفضل هنا. من هنا. اهلا وسهلا. ازيك اخويا؟ اهلا بيك. ازيك؟ اهلا وسهلا. الله يخليك. متشكر. الله يخليك. الله يخليك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل. الله يخليك. هنا اهو. متشكر. الله يخليك. تشرب قهوه؟ عشت يا فندم والله. تشرب كركديه؟ متشكر. ربنا يحفظك. انت باين عليك انسان ذكي وعبقري. الله يبقى عبقرك يا فندم، ربنا يخليك. وعلشان كده فكرت لحاجه عشان مستقبلك. مستقبلي؟ يا اخويا فكر في مستقبلك انت بلا خيبه. شوف حبيبي، الفلوس اللي في جيبك دي مسيرها تروح. تروح فين؟ لا مش قصدي كده، يعني هتفلس.
وبعدين هتقع في مشكله، هتعمل ايه؟ اجيب حد يحل مشكلتي. علشان كده انا فكرت اديك وظيفه عندي. وظيفه؟ وظيفه ايه؟ سكرتير عام. سكرتير عام؟ ليه حضرتك مدير شركه؟ لا. مدير بنك؟ لا لا. صاحب مصنع؟ لا لا لا. امال هتشغلني سكرتير فين؟ في المطبخ عندك؟ مطبخ ايه يا مغفل؟ انا راجل عندي اراضي وعندي عمارات ومحتاج لحد يلم لي فلوس شهريا. انا فندم خير من يلم لك. ايوه بس انا عندي شرطين. اشرط. الشرط الاول الامانه. من ناحيه الامانه اطمن، انا عليا ذمه اضيق من خرم الابره. الشرط الثاني لازم تدفع تامين 1000 جنيه. اهدي عوجه بقى، ما انت عارف سيادتك ان انا ما معيش غير 500 جنيه، اقبلهم وحياتنا بربنا ما احرمك بيه. مش ممكن، لازم تدفع 1000 جنيه تامين، يا راجل ده انت هتلم ايرادات كتير. خلاص يا غيث انت بطل 500 ما تسالنا فلك انت اللي لسه بوفر. والنبي اعمل معروف اقبل ال 500 جنيه. مفيش فايده، 1000 جنيه يعني 1000 جنيه. ابوس ايدك ما تقطعش عيش، 500 جنيه كويس والنبي كويسين حلوين اهو. استلم. والنبي بقى انا هقبل 500 جنيه عشان خاطرك بس. ربنا يخليك. عن اذنك بقى هعمل لك وصف. وصف؟ لا يمكن بقى تطلع معايا راجل شهم شريف واخد منك وصف؟ والله ما انت كاتب حاجه. مستحيل، لازم اكتب لك وصف. يا راجل عيب الله، دول يزيدوا مش يخسوا. معايا كمان 15 قرش تاخدهم. لا مشكل، خليهم معايا. على العموم انا اشكرك على وضع ثقتك فيا. الله عيب، هو انا مغفل؟ لا يا انسان ازيه، انت بتعرف المؤتمن من النصارى. الله، سماهم على وش شيهن. عن اذنك استنى عندك. مادام انا اشتغلت عندك ابقى انا الذي افتح الباب. تفضلوا. ميرسي ميرسي. الله، امال الاستاذ شريف فين؟ نقول له مين يا فندم؟ انا الترزي. تقدر تخش له يا ترزي. متشكر. ميرسي شريف. نهارك سعيد يا استاذ شريف. اهلا اهلا باعظم ترزي في العالم. حفظت يا استاذ، انا جايب لسيادتك البدله الجديده. متشكر. بس بقى اذا سمحت يعني تصرف لنا الفاتوره. طبعا طبعا، تعدي بعد ساعه يكون السكرتير بتاعي قبض الايراد من العماره يدفع لك. السكرتير بتاعك؟ هو حضرته ال وما دام الاستاذ قال لك فوت بعد ساعه يعني هتاخد فلوسك بعد ساعه. ايه بس انا خايف يا استاذ لا تعملها زي عوايدك. لا لا اطمن اطمن. طب انا راجع بعد ساعه. سلام عليك. وراجع لكم بعد ساعه. مع السلامه. ايه كيف لا تعملها زي عوايدك دي؟ لا ده راجل مغفل، اصله جاب لي قبل كده بدلتين طلعوا ضيقين رجعتهم له. طب وما قستش دي ليه؟ كبستك انا بقى، ما قستش دي ليه؟ الصراحه انا عشان عندي بدل كتير ففكرت ان انا اديها لك هديه علشان يبقى منظرك نظيف قدام العملاء بتوعك. يا سلام، ونعمه ما فكرت. صحيح الدنيا دي فيها شهماء ولاد حلالاء، يعني اقدر البسها؟ البسها وانبسط. الله يخليك. اهو كده عشان الواحد يبقى عليه القيمه، يبقى قدام الناس لابس كويس ولابس شيك. بس انا خايف الناس تتلخبط بيننا وبين بعض في حكايه اللبس. طيب انا نازل دلوقتي رايح البورصه عشان اشوف الاسهم بتاعتي. لو جم اي حد من عليهم ديون يبقى حصلها انت. يا سلام، وسيد مني حصل لك، هترجع تلاقي فلوسك كوام 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 كوام. برافو برافو. على فكره اي فلوس تحصلها يبقى خد ال 10% عشان كمان. وهنا اوضه النوم تخش تلبس البدله وفي كولونيا عشان تتريق. لا لا من غير كولونيا، انا ريحتي حلوه. باين باين باين. ايه خور لو النبي ريحتي حلو. يا سلام، يا ما انت كريم يا رب. وظيفة وبدلة وعشرة المية. يوه دي زطت اوي. ابن حلال، قصرت عليا المشوار. افندم في خدمة؟ هو في خدمة اللي كنت تديني الفلوس النهاردة؟ ما هو يا ال 25 جنيه اللي سحبت بيهم سجاير سيادتك تروح في داهيه. وايه يا سيادتك؟ خلاص ما تبرطمش، اطلع اقبض من السكرتير فوق. اطلع له. خد هنا. نعم. هتفضل طول عمرك ليه الذوق؟ اظني هفضل استناك هنا. روح هات علبه زفت. كبيره ولا صغيره؟ كبيره طبعا يا هلا. اتفضل. هات. لكن القرف ما عندكش ذوق. اطلع له نص. روح اقبض. سلام يا سلام يا واد يا وجيه يا حلو الشمائل. ايه ده؟ ده ايه
الوجاهه والحلاوه دي كانها متفصله عليا تمام. او انت دلوقتي يا علاء اتقال لك الوجيه الامثل؟ هيا انت اللي عايز تفايلكم انت يسطا. ده لازم واحد من المديونين جاي يدفع فلوس. ايوه دين الجاي حرامي الله يسطا فقط هيكتبني الزبون. الله ايه يا اخويا الزبون اللي عاوز يدفع الفلوس بالسرعه الخطيره دي؟ ايوه جاي لك يا ابني. يا بختك يا سي شريف ده انت حظك فل قوي. اهلا تبرروا لمعونة الشتاء ساعدوا اخوانكم الفقراء والمحتاجين. أيوة. ادفعوا الزكاة عن اموالكم. ايوه بس احنا لسه دافعين اموالنا تامين حالا. ساعد العريان دف البردان. طيب انت ابن حلال الواحد ما دام عنده بردة جديدة لازم يتبرع بالقديمة عن اذنك واجب علي. تبرعوا لمعونة الشتاء ساعدوا اخوانكم من قدم شيء بيداه التاه هنيالك يا فاعل الخير. اي والله هنيالي يا فاعل الخير. اهلا وسهلا حاجة كده على ما اسم. هات يا ابني لما تحط فيها. لا لا ما تخطش ما تخطش دي تنشال كده. شكرا شكرا والى اللقاء. كل عام ان شاء الله. تبرعوا لمعونة الشتاء ساعدوا اخوانكم الفقراء. تبرعوا لمعونة الشتاء ساعدوا اخوانكم الفقراء. تبرعوا بسخاء تبرعوا بسخاء تبرعوا بسخاء بسخاء. سهلا اهلا وسهلا. حلو قوي دفعنا ما قبضناش انما زي بعضه دفعنا في فعل الخير. ايه ده؟ نهارك سعيد يا حضرة. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. مش سيادتك برضه حضرة السكرتير؟ والوكيل العام. انعم واكرم. اكرم بك ايه؟ انت تبع الراجل اللي مدروس لحم ده؟ لا انا الدخاخني صاحب دكان السجاير اللي تحت العمارة. ايوه بس يا ابني انا ما بدخنش. لا مش تدخين. ده الاستاذ شريف وهو نازل قال لي اطلع فوق اتفاهم مع حضرة السكرتير. بخصوص ايه؟ بخصوص مبلغ بسيط كده. يا اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. والله قبضنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضل استريح. انا مستعد اريحك على الاخر. الله يريح قلبك. انعم واكرم بالناس الطيبين. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حلم. حلم الله. يعني ما هرش. ما بدهاش هكلمه بالمفتوح. الحكاية وما فيها يا جناب السكرتير 25 جنيه وأنا معذور عاوز المساعدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا راجل انت. نعم. أنا هساعدك بكل إمكانياتي هخليهم لك 20 جنيه مبروك خلاص. يا خبر اسود هيخصم 5 جنيه حتة واحدة؟ طب ما تخليهم 24 معقولة. أما راجل فقر صحيح أقول لك 20 تقول 24 زي بعضه يعوض عليا ربنا. هو مين قاد اللي عوض علي ربنا انا ولا انت؟ اما انك راجل تلم صحيح زي بعض. هات اللي تجيبه. ده بيقول لنا هات هات انت. ده باين له عاوز رشوه. طب يا عم انا مش هكسفك هديك جنيه من المبلغ. جنيه؟ لا ده انت عقلك بايظ خالص. ده انت من دقيقه واحده كنت عاوز تدفع 24 جنيه دلوقتي عاوز تدفع جنيه. ادفع ادفع ايه؟ ده انا جاي اقبض. تقبض؟ هو من فينا اللي هيقبض؟ انا طبعا لان ليا 25 جنيه عند الاستاذ بتاع ضارب بيهم سجاير ومدوخنا عليهم بقالهم سنه. الله يطمن قلبك بقى مدوخك على فلوسك. مش انا بس البقال عاوز منه والمكواجي والكزار وكل اهل الحته عايزه منه. وهو قال لك تطلع تتفاهم معايا انا؟ قال لي اطلع فوق اتفاهم مع السكرتير هو يدفع لك. ادفع لك منين؟ هو خلى حيلته حاجه؟ لا ده انا باين وقعت مع جماعه نصابين. اسمع يا راجل انت انت ما تجمعش. لا ده انا اجمع واطرح واضرب واحسم وسطك انت وهو. يا حراميه يا نصابين ده انا هبلغ البوليس هبلغ النيابه هبلغ النيابه النيابه النيابه. لما انت يا ابني هتبلغ النيابه انا هعمل ايه؟ قال ويقول لي اكتب لك وصله اقول له لا انا احب التعامل بالشرف. اديني ضاعت فلوسي وضعت انا ضحيه الشرف. يا حبيبي يا خرابي فلوسي. حاجة
باين عليها فلوس نحس يا اخي. الحقيقه بختك وحش عشان حصان ينضرب في البوست. تقولش سارقين الفلوس. معلش انت تعوض الشوط الجاي يا رب. ايه رايك نمره سبعه؟ نمره سبعه مش بطال هتدلك عليه والمكتمين عليه في الاسطبل وناوي تلعبه. استنى لاخر لحظه واحط عليه فلوسي كلها قبل الجرس. السلام عليكم يا مليح حلامه. اهلا وسهلا. ناعم. لا ناعم ولا خشن. اديني جيت اهو علشان تقبضني الفواتير القديمه وحق البدله الجديده زي ما قال الاستاذ شريف. الاستاذ قال لك كده؟ لا جاي ينصب عليك. لا ده انا باقي هخرج من هنا يا قاتل يا مقتول. انت هتهوشني ولا ايه؟ ولا امال ايه؟ طب طول بالك. هو جاي يعني ايه؟ وشرف النبي هقص رقبتك شابونيه. يا اخي نعمل معروف السلاح ايه؟ نتكلم بالعقل. انتوا خليتوا في دماغي ريحه العقل. فلوس دخلت الدم للركبه. طب معايا 15 قرش تاخدهم؟ لا ال 15 قرش دول تقعد اشتريهم تاني. انا حسابي 29 جنيه غير ثمن البدله الجديده اللي انت لابسها دي. اديني البدله حالا. يعني اقعد عيان؟ اقعد عيان متغطي ده مش نوعك. اكيد هتكسب الدنيا بقى. بقى انا مالي. طب اشقد على روحك بقى. الحقوني يا بوليس. اسمع خد الشكته وسيب لي عقلك. لا طيب البنطلون قبل الشكته. والنبي الحقوني الحقوني. والنبي لازم تقلع البنطلون. طلع يا راجل الخيش. والنبي البنطلون تقلع وبتقلع. ما اقدرش اقلع. اقلع ازاي الناس قاعده؟ انا مالي انا مالي. والنبي انا يا راجل. والنبي 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 يا حسن يا اخويا اقلع. هو ايه ده؟ انت ما عندكش ولايه؟ ولايه؟ عايز تلف التفلقة زي اللي مسخنينك يا اخي. ما وعيت ولا كنت جنب البقر في عينك. لا لكن انا اتبرحت بالهجوم اللي معونت الشتا. انت يا جدع يا بتاع المعونة. انت يا راجل انا انت يا بتاع الشتا. الله يخرب بيتك يا شريف.